السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. معلش اعذروني على صوتي، ده أول حاجة. ثانيا اعذروني على التصوير السريع، ولكن سامسونج جالاكسي إيه 70 اللي كتير منكم مستنيينه وعاوزين يجيبوه، وأنا من العادة ما بعملش نظرة أولية أو فتح صندوق أو انطباعات أولية، ولكن أصريت إن هو يكون سريع علشان عارف إن ناس كتير منكم مستنية الجهاز ويشوفوا تجربة أول يوم أو يشوفوا وجهة النظر السريعة اللي تخليهم يحكموا على الجهاز. خلينا سريعا نشوف اللي جوه كرتونة الجهاز. أنا طبعا فتحت الجهاز لأن جايبه من شوية عشان أجربه وأقول لكم إيه الأخبار. طبعا الكتالوجات والضمان، وده الغطاء بتاع العلبة بضمان الوكيل. لأول مرة بيجي مع الجهاز شاحن زي اللي بيجي مع أجهزة جوجل بيكسل، الفتحة تايب سي غير مدخل اللي بيكون للجهاز تايب سي، والمخرج اللي خارج من الشاحن تايب سي. وده الفايدة اللي هتستفيدها، انه بيساعدك على الشحن السريع اكتر شوية من الطبيعي. يعني لما هتستخدم الشاحن ده هتاخد شحن سريع اكتر من الطبيعي. والكابل التايب سي من الناحيتين ده مش هتشوفه كتير غير كان موجود في جوجل بيكسل، وده زي ما قلنا علشان اي طرف فيهم بيخش في الشاحن. اما الحاجة التالتة اللي في الكرتونة وهي عبارة عن سماعة، بصراحة هم تطوروا او اضافوا شوية ان هم حطوا سماعة اقوى شوية وافضل شوية من السماعات اللي جات مع الاي 50 والاي 30. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن الجهاز بتاعنا اللي هو اهم حاجة، وطبعا الجراب الطري بس خامة قوية وكويسة اللي بيجي من سامسونج اللي احنا متعودين عليه. الجهاز اول حاجة من الخارج هتلاقيه من مادة الجلاستيك اللي انت متعود تشوفها في فئة الاي من سامسونج، وهتلاقي حجمه كبير شوية مسكته في الايد مالية ايدك، ولكن هتلاحظ حاجة ان مع الحجم الكبير ده الحواف شبه ملغية، الحواف تحته قليلة جدا لما هتقارنها بالاي 50، لما هتقارنها بفلاج شبات تانية شبه مش موجودة، والحواف طبعا فوق باين جدا انها مش موجودة. فالجهاز تقريبا 6.7، لكن مش هتحس انك ماسك حاجة. البصمة هتندهش من سرعة البصمة نسبيا، زي ما حضراتكم شايفين اهو البصمة نسبيا سريعة جدا اهو، يعني حواريكم ثواني نسبة سرعة البصمة اهو، بص سريعة بالنسبة لان انت كنت بتجربها في الاي 50 هتلاقي نسبة البصمة سريعة جدا. هنا الماتش ده من ايدي انا مش الحقيقة، لان انا طبعا عشان يظهر في الكاميرا وعلشان يظهر لحضراتكم زي ما انتم شايفين، لان المعالج هنا كوالكوم سناب دراجون 675 هيفرق معاك كتير جدا في اداء وفي استخدام الجهاز وفي سلاسة الجهاز بشكل غير طبيعي. هديك مثل على كده لما هاجي دلوقتي، بص انت جربها لو معاك اي 50، شوف استجابة هنا الكاميرا. بص اولا نجرب بالمناسبة الكاميرا بتاعت الجهاز، بصوا حضراتكم كاميرا الجهاز الصورة طالعة بتفاصيل، بص تفاصيل واضحة جدا. فبصراحة الجهاز ده كمان اول جهاز هتلاقيه جاي بس بكاميرا سيلفي 32 ميجا بيكسل، هجربها لك برضو اهو دلوقتي، هجرب لك الكاميرا ال 32 ميجا بيكسل ثواني اهو، هنصور كده دي بالسيلفي كام بتاعت الجهاز اهو، دي صورة بالسيلفي كام بتاعت الجهاز، واضح فيها التفاصيل اهو بتاعت الكرسي وواضحة التفاصيل بشكل كبير. في النهاية هقول لك على حاجة، هو كان الهدف ان انا اوري لك الشكل بتاع الجهاز. انطباعاتي الاولية عن الجهاز ان الجهاز ده هيكون فيه هيحقق طفرة كويسة، الشاشة السوبر اموليد مدية سرعة في البصمة، في استجابة البصمة مدية سرعة في اداء المهام بتاعت الجهاز بشكل مش طبيعي. الملاحظة الوحيدة اللي يمكن اكون شفتها على الجهاز ان هو لما بتفتح الشاشة البيضاء بيبقى اللون مختلف شوية عن اللون الطبيعي اللي ممكن تشوفه، لكن اداء الجهاز سريع جدا. الجهاز وزنه مش تقيل خالص، وزن الجهاز مش تقيل، ماسكة الجهاز في الايد زي ما حضرتك شايف، انا يمكن ايدي كبيرة لكن ماسكة الجهاز في الايد مش صعبة، مش هتضايقك. البازلز شبه مش موجودة زي ما انت شايف الحواف السفلية. الجهاز جاي عليه سكرين بروتكتور
طبعا مش هي الافضل، واخده خدوش بشكل مش لطيف يعني من عيني، لسه ما استخدمتش الجهاز، ما بقالوش معايا كام ساعه. اخترت اللون الابيض، الجهاز نازل في السوق المصري حاليا باللون الابيض واللون الاسود، وهنشوف بعد فتره استخدام هيكون ايه الوضع ان شاء الله، هديكو التجربه الكامله. ولكن كبدايه الجهاز انا شايف ان هو بصراحه كويس جدا في الاستخدام، اكون حقان يعني. التجربه الاوليه في الجهاز مدياني اداء كويس جدا، البصمه اتغيرت عن بصمه الاي 70 بشكل الاي 50 اسف بشكل كويس جدا. بصراحه استجابه الجهاز كويسه جدا في كل حاجه. ان شاء الله ان شاء الله خلال ايام بسيطه هعديكم تجربه كامله عن استخدام الجهاز، بس البدايه كويسه جدا وشايف ان هي كويسه. ده كان فيديو عشان اللي مش هيقدر يصبر، الانطباعات الاوليه بتقول ان الجهاز كويس وهيبان ده، وتابعوني على صفحه الفيسبوك بتاعتي اللي هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، علشان هتلاقوا صور كتير بالجهاز وهتلاقوا تجربة الاستخدام يوم بيوم مع الجهاز، هنزلها لكم على الفيسبوك ان شاء الله. بشكركم يا رب ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله، وكان معاكم محمد النواوي.